كل الصبايا بيدوروا على المظهر الجميل والطبيعي وبيرغبوا فيه بعيداً عن فكرة حب بعض الصبايا للمكياج، ولكن في كتار تعودوا أنه هنن وقت يطلعوا من البيت فهنن بدهم يكونوا فول ميك اب، ويمكن ما عاد عندهم الجرأة نهائياً أنه يمسحوا الميك اب عن وشهم ويطلعوا من دونه. إن شاء الله نازلين على دوام الجامعة أو طالعين الصبح بكير فول ميك اب ولاينر وقصص وكامل مكمل. المكياج أساسي لكل صبية بتحب تعتني بنفسها لا تطلع بأبهى حلة، ومثل ما بيقولوا المكياج الخفيف بتبين معه الصبية وكأنها من دون مكياج وأصغر من عمرها الحقيقي، وهو المكياج اللي صار مطلوب وترند ميك اب نو ميك اب بهالأيام. كيف ممكن الصبايا يبينوا مو حاطين مكياج ومع ذلك في عيوب عم تنخفى بمكياج بسيط عم يضعوا يومياً؟ خبيرة المكياج ماكي ثابت رح تخبركم كل التفاصيل. صباح خير. صباح النور. يسعد صباحك ماجي، اهلا وسهلا فيكي. نو ميك اب ميك اب هلا يلي كثير دارج، يلي اغلبيه الصبايا بلشوا يميلوا له لانه هي بتبين جميله، بتبين انه هي حاطه ميك اب بس انه ما انه مبين اوفر، وخاصه وقت نكون نازلين على الشغل على الجامعه على كافيه ما انا رايحين على حفلة. رح نحكي عن تفاصيل هذا الموضوع، ولكن بالبداية يمكن لأول شيء بيجذب نظر وقت الواحد بيطلع عصبية بشرتها، إن كانت رطبة نضرة، فهو يمكن أهم خطوة إنه نحن نحافظ على نضارة بشرتنا. كيف ممكن نحافظ عليها؟ صباح الخير. سعيد صباحك. مزبوط، نحن مثل ما عم تقولوا إنه هلأ ترند هي الميك اب نو ميك اب. طبعاً مثل ما قلتي كمان انه من اهم الشغلات اللي تبين الصبيه حلوه والاساسيه هي الجزء الاكبر بالوش هي البشره، ففعلا نحن المفروض اول شيء نهتم ببشرتنا ونعتني فيها حتى نقدر ناخذ النتيجه الحلوه للميك اب نو ميك اب، ونقدر نتمتع بهذا الشيء انه انت تحسي حالك حلوه وصغيره بس بدون الاوفر بالميك اب. هلا كيف بنعتني فيها؟ هلا هو المفروض اول شغله اساسيه هي انه انت ما تخلي الميك اب على وشك خاصه وقت النوم، لانه هي اكثر شغله انه عم تاثر على البشره وعم تخلي لها يعني اضرار سلبيه. طبعا عم تضر بالبشره وعم تخليها انه تنتزع بكير. طبعا انه المرطب، انك تستخدمي لها دائما مرطب، انك انت اليوم لما تطلعي بالشمس تحطي لها واقي شمسي، انك انت مثلا تنامي تشربي مي، هدول كلهم بيساعدوكي لانك انت تحافظي على بشرتك واكيد تطولي بعمرها اكثر يعني. تمام. في اخطاء كثير بيعملوها الصبايا بالعنايه بالبشره وخاصه بفصل الصيف. الاخطاء ممكن تجي من اليوتيوب، من نصيحه رفيقتها لها، بماسكات معينه ما كثير صح، وبفصل الصيف مثل ما قلتي بينسوا يشربوا مي وبيطلعوا على الشمس. شو في اخطاء ثانيه بيعملوها الصبايا وبتضر بالبشره فعلا؟ في انواع مكياج ما بتنفع لبعض البشرات؟ هلا ايه، يعني هو المشكله عندنا انه انت ما لازم تستخدمي فاونديشن ما يكون بروفيشنال، يعني هي من أسوأ الشغلات، يعني من أسوأ الشغلات انك تحطي كريمات بدون ما تكون انه هي الكريمات انه اكيد موثوقه انه خرجت تنحط على الوجه، انك تحطي فاونديشن انه ما يكون هذا الفاونديشن انه موثوق للوجه او انه يعني ممكن يضر ببشرتك، وفي انواع فاونديشن او باودر بتسد المسام نهائيا، فهذا الشيء بيخلي البشره ما عاد تتنفس، هذا الشيء يعني كثير بيعمل مشاكل بالبشره، بيعطي بثور او حب، يعني هذا الشيء كثير سيء للبشره. برجع بقول لك وهو الشيء الاساسي انه انت لازم تنتبهي للكريمات اللي بتحطيها على وشك، فاونديشن، واقي الشمس كثير مهم. يمكن في جمله هيك معتاده انه استرخصي بشو ما بدك ما عدا الكريمات والفاونديشن اللي هي اساسي. ممكن انت تجيبي امبر ما كثير غالي، روج ما كثير غالي، رموش، اي شيء يعني، بس انه الشيء الاساسي اللي بنحط على البشره هو يكون شيء مرتب. ما عم نقول انه الواحد يروح على يعني واو اهم يعني تماما اهم الماركات ويدفع كثير غالي، بس شيء يعني كويس نوعا ما. طيب خلينا ننتقل لفكره انه في بعض الصبايا عندهم مشاكل صحيه ممكن تخلي يظهر بثور بالوجه، او ممكن تكون بشرتهم مو صافيه بشكل كامل، شو ممكن يعملوا لحتى يخفوا هي العيوب؟ هلا اذا كفاوند يعني كمعامله انا ميك اب ارتست لإلهم، انا بعملهم حسب شو المشكله. انت ممكن تجيكي صبيه عندها احمرار بوشها او مثل ما قلتي بثوره او شيء يعني حبوه، فانا بستعمل لها مثلا في شيء اسمه خافي عيوب. هذا خافي العيوب اللي بستعمله حسب المشكله اللي مقابلي، اذا كان في احمرار بالوش، اذا كان في حب او شيء، فانا بستعمل خافي العيوب الاخضر
هذا بيساعدني يعني. تمام. واذا كانت عندي انا بعاني اكثر من هالات السوداء طبعا هذا هلا في يعني ممكن ثلاث اسباب لهالات السوداء، منهم انه قله شرب المي، منه ان انت ما بتحطي بروتكشن او واقي شمسي على وشك، ومنه وراثه. تمام. عرفتي شو؟ بس هو غالبا بتكون قله شرب المي هي المسؤوله، والسهر السهر الكثير تماما هو كمان ممكن يكون بسبب. مسؤول. طيب حكينا على الاحمرار، بنحط عليه الاخضر خلف العيوب الاخضر، السواد اللي تحت العين شيء اسمه، هو بنحط عليه الكونسيلر الاورنج او المشمشي بيقولوا له او الاصفر، هدول الثلاثه حسب درجه السواد، حسب درجة السواد نحن ممكن نتعامل معه. تمام. طيب نروح لشغلات تانية، نرجع لبداية فقرتنا. كثير من الصبايا ما عندهم ثقة بنفسهم أنه تطلع بلا مكياج، كثير عوامل بتلعب بهذا الدور، نظرة الشباب لألون، نظرة المجتمع لألون، هي المجتمع. نظرة البنت لذاتها أنه لي ما عرفتها، شفتها بدون مكياج ما عرفتها مريضة. كيف بدها تطلع بميكاب نو ميكاب؟ شو الخطوات الأساسية لمكياج بسيط ومو مبالغ فيه؟ هلا نحن عن جد عندنا هي المشكله، انه نحن دائما انه انت ليش بلا ميك اب، انت مريضه؟ لا هو مصفره شاحبه تماما، انه العالم ما بترضى انه تشوفك الا انه لازم تكون بيرفكت، انه يعني هلا مثلا انا ميك اب ارتست، انه ثلاث ارباع وقتي انه انا بلا ميك اب، ما عندي وقت اصلا بلا ميك اب نظام، يعني بلا ولا شيء، بلا كونسيلر. دائما مثلا بتعرض انت مريض، يا اخي انا ماني مريضه بس انا مو شحمة، ما عندي وقت يعني، وغير ما عندي وقت انا عن جد ما بدي اعرض بشرتي لكل يوم لانه الفاونديشن مستحضرات كيميائيه، ماني مضطره انه يعني. فمع الوقت بتصير عن جد، مع الوقت اول شيء كنت اتعرض لهي القصه انه انت مريضه انت مريضه، بعد فتره بلشت العالم تتعود وبلشت بشرتي تصح، لانه بلشت انا عن جد غذيه او اعالجها اكثر ما اهتم بالفاونديشن او شيء بتغطيه المشاكل هلا اللي شلون فيها. ممكن اذا وحده ما بتقدر عن جد تطلع بلا ميك اب، ما عم تقدر، انه على الاقل يعني نستعمل انه اللايت اكثر شيء، يعني اكثر شيء ممكن يكون لايت على وشنا، يعني مثلا فاونديشن رقيق كثير، كونسيلر، هلا هو يمكن ما يغطي غير شوي، بس هي بتصير القصه نفسيه، يعني انه انا انه عم بحط انه يكون شيء لايت، حطيت خلص انه اقتنعت بلاش زهري على الوش، هذا الشيء بيعطيكي هيك بيورد الوش، ايه بيورد، بتحسي حالك احلى، شويه لبستك هيك حمراء مثلا، مسكرة اهم شيء، المسكرة المسكرة بصراحه اللي هي اكثر وحده بتخلي الشخص يساله انت مريض، بتحسي بس لانه شايله المسكرة عن عيونها فبين مريضه. تمام. تفاصيل هيك يعني مثل ما حكيتي خفيفه، ممكن تكون هي حاله نفسيه انه انا شوي شوي ببلش خفف الميك اب لحتى العالم تتعود علي بميك اب خفيف، وحتى انا بالبدايه اتعود على حالي بلا ميك اب. في كثير عالم كمان فكره الرموش عندهم اياهم اساسيه، وهلا اللاش اكستنشنز يعني هن دارجين برياحه، يعني حتى هلا ما عاد حدا يعرف رموشه لاش اكستنشن مثل اللي عملته انا، وصلات وصلات رموش للرموش بس انا والله متطورين جدا مثلا مدتهم ورد انه انصعق بعرف بالشعر رموش يعني. كمان هلا مثل انا عملته شيء اسمه لاش اكستنشن، لا انا اخترت الشيء الطبيعي، انا اخترت الشيء الطبيعي بس مثل ما قالت على فكره هذا الشيء بيعطي كثير اريحيه مو مع لكم انا ما كلهم الصبح تحط مسكره، هلا انا من النوع اللي حتى اكثر شيء بكرهه هو المسكره، يمكن هذا الشيء اللي خلاني انه احط لاش اكستنشن، فهو عن جد كثير حل كثير، يعني انه انا ما رحت للاكستريم فيهم، اخترت الشغلات الناعمه ما بيتاثروا بالمي بالحمام بالحراره، هلا هن بدهم ريفل او بدهم ترميم كل فتره، يعني كل اسبوعين تقريبا رتوش، بدهم رتوش، يعني بدك ترجعي تعبي محل ما عم بين اجباري انت على النوم، يعني يمكن انا ورشه شوي بنومي هدول هارين شوي، انه يمكن كثير بدك تداريهم انه مثلا ما تحط ماسكارا، بس هي يمكن للصبية اللي ما عندها وقت انه هي تفيق الصبح وتقعد تشتغل بحالها وتحط ماسكارا اللي هي بتاخذ الكثير اكثر شيء يمكن بتاخذ وقت مع الصبية، فهو حل من الحلول، اكيد تكلفته عالية، خلينا ناخذ لحل ثاني للرموش لحتى الصبية شوي هيك تحس انه رموشها لا معباين، هي ممكن انها تطلع بدون ما تكثر ميك اب عيونها. هلا هو صار في حلول، يمكن هدول الشيء اللي بيعالج الرموش انه بيقويهم شوي، زيوت ومسكرة يعني هذا الحل الوحيد، او انه بدها تحط اكس يعني الرموش التلزي يعني تبع كل يوم اللي احنا ممكن يا يعني الوحده وحده يا انه الرمش الكامل، يعني يكونوا خفاف كثير بيكون، ايه طبعا في عندنا درجات، عندنا شيء كثير لايت كثير خفيف، وعندنا شيء كثير قوي يعني ووسط، هي القصه بالميك اب ككل هي عن جد لها علاقه بشخصيتك زوء. يعني ايه بشخصيتك، عندي عالم صدقيني بيجوا بيقعدوا بنعمل ميك اب يعني
اكثر من اللايت، هو اكثر من اللايت يعني، انه لدرجه انه بتحسيها وهي بتطلع كثير سعيده انه بتحاول انه تدافعه مصاري وحاطه هيك ميك اب هيك العالم يمكن هلا انه ايه في عالم بدها تيجي تحط بكل المصاري ميك اب يعني عرفتي شو انه وفي عالم وسط انه بدها شيء انه تحس حالها. وهي ثقافات مثل ما قلتي، اذا ما رحنا غير دول مثلا بروسيا كثير قليل ليحطوا ميك اب، غير لانه مثلا الشكل الخارجي، اذا بنروح حتى اسبانيا كثير قليل ليحطوا ميك اب. اجمالا اوروبا ما كثير تماماً بيهتموا، فما بيهتموا. هي مثل ما قلتي عامل نفسي. ختاما ذكرتي نقطه ازاله المكياج قبل النوم، شو الطرق لازاله المكياج الصحيحه؟ هلا اكيد في مزيل الميك اب الاساسي اللي هو انه نحن ممكن نلجا له، مستحضرات التجميل يعني انه عاملينه، انه في منهم يعني عاملين مستحضرات انه عن جد بتشيل الميك اب. في مواد طبيعيه لازاله المكياج؟ هلا يعني انه اكيد في مواد طبيعيه انه مثلا بتساعدك، هي زيوت انه ممكن تلجا لعطار، يعني انه ممكن انت توثق فيه انه عن جد هو بيعمل تركيبه زيوت نظاميه. وفي كمان انه انت مثلا طبعا الصابون والكريمات. هلا انا بصراحه انا يعني واحدة من العالم اللي بعد ما تقيم الميك اب يعني بتستحق يعني في مستحضرات انا بلجأ لها. انا بحب الماورد بعده كثير، يعني كثير كثير مهم وكثير بيرطب البشره. يعني انا بحب كمان ليش بشرتي انه تضل كل النهار بلا ميك اب، كل شوي بخ بحس حالي انه عم رطبها. في انتعاش خاصه بالصيف هلا والحراره المرتفعه بيعطي شوي انتعاش. يعني هي الشغله بالذات ورد انه انت كل ما رطبت بشرتك كل ما اعطتك طبعا من الخارج ومن الداخل، ما ننسى شرب المي طبعا. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا كثير ماجي، اهلا وسهلا فيكي.